Boh, tore apa? Preng 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 tang tang ta ta dong te. حضرتي جميع والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ومشايخنا ومعلمينا ومن عاننا في سبيل الخيرات وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. على ما نوينا وما نوى السلف الصالح وعلى كل نية صالحة لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة ولرضا لله تعالى ولشفاء مرضانا ظاهرا وباطنا ولصلاح أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذريتنا وتلامذنا وطلبنا وجماعتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى حضرة شيخ الجليل عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن علي بن يوسف بن أحمد بن أحمد عمر الدبائي اليماني الشافعي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أمين يا الله أمين يا الله أمين يا الله أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من هيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائك فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة
ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إهوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نغبأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته